الصلاة صحيح عماد الدين، نعم. فالصلاة التي تنهى الحقيقية، التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، سبحان الله، الصلاة التي تمنع عن الكذب، الصلاة التي تمنع عن تخطي الحرمات، الصلاة التي توقف الإنسان عند حدوده، سبحان الله العظيم. كان سيدنا علي إذا جاء وقت الصلاة ارتعش العصا في يده، ما لك يا أمير المؤمنين وشو يصفر، يا الله ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال أتدرون بين يدي من سوف أقف الآن؟ هو مستعد لك. احنا التلقائية، التلقائية في الصلاة. انا اذكر ان اول ما قبل المحمول والمنقول والمذخول ده، هذا قبل ما يطلع، كان في اللاسلكي مع بتوع السيكوريتي والامن وكده، واحد بيعمل في قصر من القصور فيصلي المغرب، فينادون عليه، عرف ان النداء من الاداره يعني المهمه، فالح في النداء، هو يصلي مأموما فبيركع، رفع من الركوع ما زال السلكي اللي معاه يقول له انا اصلي انا اصلي، الله اكبر وكمل. هذا الرجل صريح، لانه هو كلنا سبحان الله ونحن نصلي. بالله عليك خليك في اي صلاه دقيقه بعد الصلاه واسال نفسك ماذا وعيت من الصلاه حتى يكتب لي هذا الجزء من الوعي. ها، ليس لابن ادم من صلاه الا ايه؟ ما وعى من ما عقل منها.